عصرها عصرها أحسن. زيد واحد حيد أخرى زيد. صغيرة؟ لا كبيرة، قد هذه بنت مبوة. هي باغي تجامعك؟ لا راه غنشربها هنا. شربها هنا؟ بزاف عليك أودي، دابا تفرقع لي الكرش وطيح لي هنا نولي والدراري ولا؟ لا ما تخافش ما تخافش، رانا شحال هذه ما شربت الماء. ياك ما مخرجوا لك الطبيب؟ ولا كيشتي أنا الجهة اللي جيت منها أنا وفيها الماء غلا من العسل الحر. عرموها عرموها. أوا خلصني في الأولى بعدا ونجيب لك الأخرى. أجوا هادي تخاصم بعقولهم، تراك بعقلك زعما طلب لك على جغمة ديال الماء. الله يرحم الوالدين. خلصني في القرعة قالك الله يهديك وخليك من التفلية ديالك. أيوا ثم حنا في المدينة على شرب قرعة ديال الماء تخلصوا منه في الكارانتي. أشنو؟ خلص القرعة ديال الماء قالك الكارانتي، خلصني في القرعة. تصميم مني خلصني في القرعة قالك. تصميم مني خلص الماء قالك الكارانتي. سين بخي؟ ها الله يهدي ياك لاباس. قال يطرونش ديال الماء وقال لك زيدني. وما كاينتا بس الماء موجود زيد الماء. راه شرب الماء ديال القرعة، الماء المعدني ماشي ديال الروبيني. شحال كتسالو كاع انت بهاد القرعة شحال كتساو؟ 5 ديال الدراهم. جاتك واه ورخف على السيد. اسمي مني يو. سين مكي انا على الشيطان هانا قيدها عليا هنا تيجيني يا سيدي لانتريت ديالي ديال 32 من لاندوشينو خذ الفلوس. ما مشاش حدو غير خرجت عينيه. وسير اودي السي حدو، اعتقتيني من هاد خينا كان غيقرجطني وعتقتيني بجغيمه ديال الماء. انا بغيت عمر الماء ما يخطاك. لا وليت باراج وليا تبعدا. اسمك الله؟ سميتي عماد. عماد دخلت عليك بالله السي حدو، هذا عماد هذا راه العمود هذا. واش تدير هنا؟ جيت نزور شي فاميلا عندي ولاد عمتي ورانا شحال هادي ما شفتو. ولقيتيهم؟ وقلبت عليهم تاعي تسولت عليهم شي ناس قالوا لقى راه فهاد الزنقه هنايا وانا جيت نقلب ربق ما لقيتهمش. وتعقل على سميتهم؟ وانا كان عقلي ينفعني الكبير كيقولوا لي رابح راجل زين وبعقله. رابح؟ والصغير؟ كيقولوا لي مربوح، واحد الخفيف قال لكم مرعود وبحال مصمم. هاولي هاولي راك تالي خفيف ومرعود. ايه مالياش درت لك؟ هاد الفيغورة ما غريباش عليا. قولي يا التبعدة ولد من؟ ولد الحاج المفضل. انا الحاج المفضل بو شعقور. ايه بويا حنين ياو بويا داك اللي كنا مكنين عليه الدهنة. ابويا هذاك. سبحان الله سبحان الله. ومرحبا بوليدي. مرحبا مرحبا مرحبا. رانا نخدم ونسقى ونتسخر وكل شيء نديرو. ما كاين حتى مشكلة وليدي. مرحبا 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 مرحبا. نجي معاكم. زيد مرحبا. عمري ما فقت ولقى كل شيء مقاد على حقه وطريقه. في الحقيقة ما كرهتش يكون كان راجلي حتى أنا مربوح كماندار ولا عامل ولا وزير كاع. يلاه مالها ما نستاهلش. ايوا فين كنظيرة حتى انتياش من شي فورات واش من طوموبيلات واش من خدامات ومالا ها يا كل شي فابور او مالو لو او مالو لو او مالو لو دم بخيت انا حطيت طبيله بابا حطيت طبيله اخويا حطيت طبيله. تبارك الله على بنتي نظيره. هي 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 على بنتي نظيره. انا راه ملي كنشوفك كتغني والله العظيم الا كنفرح. اسمعني يا بعد والله ما شتك. بنتي نظيرة جبت لك بنيتي اللي غادي يفكك من الصخرة. بحدو ما تفرحنيش وتقول لي دبرتي لي على خدامة. لا خدام. خدام؟ ما فسر لي. أنا نفسر بنتي. هذا بنيتي ولد ديال الفاميلة جبتو باش غادي يعاونك شي شوية. اش من فاميلة؟ كشتي هو ولد الحاج مفضل الله يرحمه. الله يرحمه خونا لزين الله يرحمه. الله يرحمه. ولد خال الدراري الله يرحمهم. الله يرحمهم. أولي الله يرحمهم. الدنيا وآخرة بنيتي. أبا حد واش بغيتي جارتي السعدية تضرب لي الطرق وتقول ليهم قال ما قال ناظرة جا عندها ولد خال راجلها يكون سخر عندها خايبة التعاويد. يا بنيتي أنا راه ما بززتش عليه راه هو اللي بغى. وزيد أنا بنيتي هادشي ماشي عيب. أنا دابا اللي كتشوفي فيا ومع الخطرة بنيتي كانت واضع وكنعجل لكم مخرقة من كوفيتين. كبرتي نديرة. الله يرضي عليك يا بنيتي. وسيدي
شكون هو هذاك الراجل في الصالون؟ راجل؟ ويلي 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 على حشومتي من قبيله وانا تلقى حلقي كنغني. هذاك بنيتي والخالك. خالي خو ماما؟ وبعد ماما كاع ما عندها خوها، ياكي ياكي. لا ما عنديش. لا بغيت نقول زعما ولد خال باباك. قول لي يا خو ماما عزيزة. شكون تاني يا ماما عزيزة؟ زعما أمي لالا زينب الله يرحمها. الله يرحمك يا زينب. بحدو راح شو ما خلينا الرجل من قبيله هو كسب وحديته. مرحبا نهار كبير هذا السي عماد. الله يرحب بك جنة وديها لالا ناظر. بسم الله. بسم الله. اي لا غادي تشرق الكاس. هات السي عماد ارتاح مع راسك وملي تعيا من الراحه بغيتك تخمل ليا هذا الصالون الله يرضي عليك. هي الاولى وديها لالا ناظر. انت ريح الله انت خلي السيده تكمل هضرتها. اسمحوا لي انا راه نسمع نوض تخدم الحميكيه كني نبغي عنوض نخدم. هانت الا جات على خاطرك ملي تسالي وتفضي بغيتك تدوز ليا في الصابون هاد الحويجات وبغيتك دوك البطيطنا تشتف عليهم داك الشتف ديال البلاد. نوض نشتف اودي على لا ناظر. تريح غنشتف عليك اناني تريح بلاتي. ماما هو الصابون اللي عندي. شوف ولد خو ماما عزيزه الا فركتي ليا هاد الصابون فركه غادي نديك نضرب فيك دوره في لاسونسور د العماره اللي حدانا. ولد غلبه ولد غلبه. شوف ولد غلبه دابا عندك هذا عرفتي الشلون ديالو كيدير هذا كيتصبن بالشامبوان وهذا هو وهذا راه بياسات السينما نبغيش شي بقعه نلقاها فيهم فهمتي هذا راه الرزيق ديالي هذه هي باش كنخدم غادي نبغيها ترجع كي كانت في الكري اتفقنا. ورفعت نتي ولد خالب بالزوليبة. الله يهدي العائلة. وانت انت انا نيت عندي شي حويجات انا وسي مربوح غنزيدهم على هادو واش قلتي؟ وكاين الخير تبارك الله. أسيري لا تخافي والقي أو عيش الخواء قرص الفوق أسيري لا تخافي عيش الخواء قرص الفوق. تبارك الله على ود الخان مع الديمان سالك. شوف ود الخان خاصك تعرف واحد المسالة رانا اللي دافعت عليك باش تبقى في هاد الدار قلت لهم تعيوا ما تقلبوا تعيوا ما تفتشوا ما تجبروش بحال هاد السيد هذا واخا انت ولتي محاكني في البغرين. والله يخلصك على قد نيتك يا ولد عمتي. وخاصك تاتا توقف معايا كيف وقفت معاك. باش نوقف معاك وانا محفف. لا لا سهله سهله غتولي تعطيني الرابور ديال اي حاجه كطيب في هاد الدار. اسمح لي يا ولد عمتي اسمح لي انا ما نقدرش نتصورت على فاميلد. اما عاد يا مالك وهاكا نبغيك هاكا نبغيك نراك تنجربك ونشوفك واش معقول نيت ولا فك الدخل. عماد حيد عليا ديك الشطابه وحيد ديك الدزاره وزيد معايا السويقه وانت رابح رد بالك للدار وشوف بوحدو الا محتاج شي حاجه راه متكي في البيت. كيه تمشي وتخلوني انا بوحدي هاكا ونجبر مع من ندوي مع من نتكلم بحال ليتيم. حنا غادي نروحو للسويقه ونرجعو في ساعه. نو بعدا ملي غادي ندير ليا شي براد ديال اتاي ونحط ليا شي خبزه وشويه ديال زيت العود ندوز بهم الوقت بيد ما جيتو. يا سيدي ما بقاش الخبز. كاين الخبز واو طاح الله واش انا لابسه ديال حماقاتك. عرفتي اش غايجيك مليح خليني انا اللي نمشي رانا اللي نعرف لهذوك الخضاره ديال الجوطيه. تصوري دابا البطاطا تعيطوا عليها بربعه درهم كانت قاع عليهم يا لايا مني منك مني منك تتناخذها غاب 80 ريال. بصح والله غاب 80 اردوا الباله راه كاينه بطاطا فيها جوج ماركات راه كاين واحد الماركه كتشرب زيت هذيك الحمراء راه ما تشربش الزيت وعندك تجيبوا فيها النباته. وانت عماد غترد بالك للدار والمحل واذا جا شي حد قول ليه نظيره ما كايناش وصافي. كوني هانيه لالا الناظره الدبانه ما تدخلش لهاد الدار. وخرجت بلادي قاعد تموجادي واسمحوا لي كاع غلطه في كاع. شكون انت؟ وانت اللي شكون انت؟ لحقتي ودرمتي ودخلتي شكون انت؟ هادو حوايج لطفي اش كدير هنا انت؟ حاجتك؟
دير داري ما كنعرفكش انا ماسياني مولا الدار قالت لي واحد ما يدخل حتى واحد ما يدخل سير بحالك ما تقيسنيش ما تقيسنيش هادي راه داري بارك الله فيك هادي راه داري اشوف اخويا انا ما كنعرفكش كنعرف غير بوحدو ولاله نظيره ولطفي ولوبنه وصاحبي رابح وما اللي نعرف حتى ما عنديش في الليست تخرج فحالك الله يرحم والديك شتي لطفي ولوبنه راه ولادي شتي نظيره راه مرتي ورابح راه خويا وحدو راه با وانا راه با انا راه مربوع انا با هادي هاد الدار تبقى تخرج عليا في عينك الله يرحم والديك الا كان ولادك جبد لي الحاله المدنيه يالا مزيان هادشي اللي بقى خاصني واخا سيدي انا غادي نطلع البيت مع نجيب الحاله المدنيه باش نجات تقبيه اجي لهنا اي الحق وطلع البيت نعاس اي هاي هاي ما تدوخني انا وتقول شكون اللي قال انت غتخون شي حاجه من بيت نعاس ولا شي خرج بحالك الله يرحم والديك انت كتجعوق عليا دابا ولا فما حالي غادي تهدني انت خرج بحالك ولا غنزرق لك عينك واحد سهله خرج لي عينيا اه ورد بالك والله الا ما تشوف تعيط عيط بحال كان عندك مشارد حيدها ايوا الله يرضي عليك اوليدي دير الهجر دير الهجر اولدي واش بنت تجيب لي حتروف مقلسوا لي في الدار وكتقول لي ندير الاجر ودير الخير اوليدي وراه داكشي اللي غادي تلقى راه بصراحه با انا رانا داير الخير مع اولادي ومع مراتي ومع خويا رابح راه كلشي كتشوفو على عينيك هادوك راه اوليدي راه ملزومين عليك هذا ولد خالك جا مسكين من البلاد باغي يحيي معاك صلة الرحيم ايوا شنو فيها انت هو هو تيجي يحيي صلة الرحيم معايا شوف شوش داير فيها باش ندي انا الاجر خدم عطل قلنا نعميو الجوع الله يرضي عليك لا ما سمعني انا كنسمعك تيقولوا اوليدي الا صدقت لي منا خاص لي سرا ما تسيقش الخبر سمعتي وهادشي علاش تربينا ولك الا با تجيب لي حتروب انا صافي صافي امالك اخويا انت مالك هز هم منين تقات يلا اخويا وريني انت هز هم منين خففت يلا دابا هاد السيد اللي قالك حقا ما حقا ولد خالنا ايه راه ولد خالنا راه من عائلتنا هذا والله يهديك الله يجيب على خير واش عرفتي كيفاش باش عرفتي واش انا خافي عليا انا كنعقل عليه ملي كنا دراري صغار كنا كنلعبوا في الحطه وشحال من خطره بقى كيتمرمد في المرمطه غنتبعوا الكذاب حتى لباب الدار شوف غادي نجربوه ونشوفوا واش معقول نيت ولا تا هو مصحاب الزنطق هزطق كيفاش غادي يا سيدي نجربوه باش نعرفه من صحاب الطق هزطق يلا نطق غنقول اختي نظيره صابي شي كاس ديال عصير الليمون وتحطيها فوق الطابله وتخليني نفكر اش دار لكم شنو خليوني تثبت خليوني تثبت اخويا تثبت انا كيبان ليا اش كيبان لك واحد القناه البراجه خلاص بلا بسلوه وبلاتي اخويا نكمل كاسواه كيبان لي راه خاصك ديك الجغمه باش يلا الخطه طلع هي هذيك آه زيدوا با زيدوا با يلا يلا غيبان بوجهك صافي يا سيدي دابا الخطه واضحه وباينه يلا سمع بلاتي انت اخويا اروح على فين ريال لا ربع بقى في كلمتك انا درت معاك الغداء والعشاء وزدت عليا الترديده قلت ما كاين باس ما كاينش عند فين ريال لا الفريال داخله في الخطه عطيها بعطيها صافي عطيها ما عنديش اش من لطفي سير بعدين تجيب ديك الصواره لاش بالسلامه باش نشدو صاحبنا وهو كيدير في المونتيف هادو مالهم خلوه الباب محلول لا ناضيره وانتم تخلوا الباب محلول ما تخافوش من الشفاره اش ما كاين حتى واحد لا ناضيره واه دراب حتى هو برك على السريط ياكل ويخلي كل شيء معرم وانا بصحته يلقى ما ياكل مال اش هاد الشيخ اش هاد البرقه هاد البرقه غادي تبعو الشتا ان شاء الله هاد العام غيجي زين قال لك المال السايب يعلم الخونة ما قلنا سيدي والذوبات وخيرات سيدي ربي ايوا هيو تا هو يعد مالي للمدينة والفلوس والخير هذا تبارك الله تا والله الا هو يعد مالي للمدينة خلي الباب محلول هادو الله العظيم كل وعدنا ليه في الدوار لا خلاو ليهم حاجة با دالي 100 درهم دالي الخاتم ودالي المكانة با عمي با دا كل شيء دال 100 درهم دال خاتم ودال المكانة فكروني واحد المجدوب قال لك يا بنادم رد بالك
شفارة غير شفار واخا يكون ولد خالك. الحمد لله اللي الخاتم غير مشلل، ولكن انا ماشي سوقي، واخا خصك تعوض ليا خاتمي بخاتم ما مشللش. غادي نشري لبنتي خاتم ما مشللش، وغادي تديه بيدك لعند مولدهم باش يشللو. خويا انا ديك 2000 ريال ديالي حنا ما بيناتناش يا خويا 2000 ريال، ان شاء الله بيح والله مع قوتي غير يعطوني التعويضات ديال الاقداميه ديالي نصبخك انت الاول. الله يرضي على ولدي لطفي، غادي نمشي دابا عند المصور اللي فراش الدرب وتقول له قال لك با خرج له هاد التصاور وحتى راه الشهر. الله يرضي عليك، سمعتي؟ ايوا زوينه هادي، ما ندخلش فرح حتى للدار سيدي هادي. هاد العرج كله واقع وماما كناطيرة ما هيش في هاد العالم. سيري لالا عيطي لها من عند هاد خالتك السعدية. مشيت بابا عندها ياكا وقالت لك راه خالتي السعدية دايرة جديدة ياكا وباقي ما حطتش العيالة تتعشاو ياكا، وماما والله ما تجي تتعشى. تتعشى؟ وحنا حنا ما نتعشاو شاي. قالت لي قولي لعماد يقضي لكم غير بالبيض. البيض؟ سيري قولي لها راه عماد راه سرق سرق المجوهرات وخدا الحيلي وهرب بالاموال وزاد. زين اولدي زين زين. اش فرجه شدوني 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 الا نمشي نطيح شي روح، شدوني الا نمشي نقتل. اش واقع ما نخافوش با سيدي؟ كيف عرفتي هذا 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 سرق لنا 100 درهم وسرق لي انا المكنه ديالي ودا لي انا الخاتم. سيد راه دخل الدار قلب عليكم ما لقاتها واحد، بالي داكشي محطوط خادو جا عيط عليا. بنتي الخاتم ديالك هذه والله الا هو. انت لطفي المكانه ديالك هادي والله الا هي والله الا هي. وهاد 100 درهم ديال من؟ ديالي ابو ديالي. بقى بلاصتك، انت اللي تستاهل هاد 100 درهم. اكسكيوز موا مون فرير بور لوي. قلتها لكم قلت لكم هاد عماد ولد خالنا راه معقول. أودي أخو دراك تغادي نعطيها لك راه حيت أنا معقول هذاك الشيء علاش ما عدي سويرتك. قلت لكم من الفاميلا. قول لي يا مربوح. نعم. اليوم ملي فقت ما بالياش بواحد، فين يكون مشى؟ مشى يوصل عماد المحطة حيت غادي يمشي بحاله مسكين. على صافي قنط بغا يرجع للبلاد. يا على هاد المدينة شفيها من غير القنط؟ أما أحسن ليه يمشي على الاقل بعدا يمشي لدوار ويشم الهواء النقي ولا يبقى هنا كيدور حتى لوت وقلت الشغل. والله الا عندك الحق، دابا خلينا من هادشي. نعم اليوم ها مربوح رانا ناويه نوجد لك شي شهيوات تاكل عليهم عاوتاني صبيعات يدك. نظيره وقت ما بغيتي تصوب لي شي حاجه كتقول لي غتاكلي عليها صبيعات يدي وانا باقي ما كليتش الصبيعه. خلاص. حتى انا غادي نكافئك باش ان شاء الله بحول الله مع قوتي غير غادي نتغداو غادي نمشيو انا وياك للسليمه. بصح بصح ان شاء الله. قول لي انا ديره اشنو بغيتي نشري لك في لونطاك؟ بغيت غير تكشيطه. تكشيطه بنضمتها ولا بلاش؟ لا بيها ان شاء الله يكون خير يكون خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. كبش كبش الكاس اختي نظيره. انا والله تعجبني كاسك، انا راه من غير كاسك ما يحلاش ليا. هاك الصحه والراحه. بسم الله يعطيك الخير. ام كشكش ها كشكش عرفتي مزيان ملي لقيتكم. واحد المراه لقيتها مسكينه تلفه في الدرب. ايوا وانا نسقسيها لقيتها بنت عم الوالد. ايوا ها جالسه في الصالون كتسنى فيكم. كتسنى فينا هي وولادها. اول استغفر الله تفكينا من فيل جاتنا الفيلة وبولادها. Thank you.
جاتي في سعديه تشفى فيا حقا قال ما قال ناضره مشات جابت ولد خل راجلها خدام عندها خيبه التعويده خيبه التعويده شنو هي نقول خيبه التعويده راه هو اللي بغى او مالولو تما بكيت انا طيب طبيله بابا طيب طبيله خويا طيب طبيله حطيت الكيسات ما عرفتش مالي شكون داك الراجل اللي جالس في الصالون هذاك خالك ولد خالك خالم خالك خالي خماما اه هذاك خالك ياك بعض الخطره وبعض المرات كان عجل ليكم شنو هي هذيك في واحد العطسه حتى انا نيت عندي شي حويجات انا ومربوح غنزيدهم على هادو اش قلت هي الاولى ديال لاله نادره وخير هذا وليد يا تسالوا على هذا قارو يا مشينا عندك الوالي يا الوالي مو عسرقة يا جيني ولا جيش يحكم في مرفيك في مرفيك جيرا وليدي أنا وطفي بغير داني غادي نمشي عند المصور وتقول لي سلم عليك با وخرج لي هاد البيليكون كله يخرج لي الشفار كيهز الفلوس وكيديرهم بجيبه وخرج لي الماء الكاس عندي لك مسلسل اشتركوا في قناتنا الآن.